رجعنا لحضراتكم وخلصنا اخبار النادي الاهلي، نروح بقى لموضوع الساعه منتخب مصر. النهارده تم تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقياده كابتن حسام حسن في احد الفنادق في القاهره علشان نبتدي نشوف مرحله جديده للمنتخب الوطني بقياده مدرب وطني له تاريخ عظيم كلاعب مع منتخب مصر في وقت سابق وحاليا بيرجع للمنتخب ولكن كمدير فني. الحقيقه اكتر جزء استوقفني في تصريحية كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي انه اتسال اسئله كتير جدا حوالين شخصيته والتخوفات من تولي تدريب منتخب مصر. الحقيقه رد كابتن حسام حسن قال هو لو في مدير فني اجنبي كنتوا هتسالوا كل الاسئله دي. كمان كابتن حسام حسن طلب بالصبر عليه زي المدربين الاجانب، والحقيقه ان معاه حق في دي، سواء كان كابتن حسام حسن او اي مدرب وطني يعني اخر، سواء اي جهاز فني وطني، لو نتعامل معاهم زي ما بنتعامل مع الاجانب ونديهم فرصه ونصبر عليهم، وده بشرط طبعا ان هم يطوروا نفسهم ويقدموا مجهود في شغلهم، اعتقد ان هتلاقي مدربين مصريين رائعين في المنتخب الوطني يعني. اما الكابتن ابراهيم حسن مدير منتخب مصر شدد في تصريحاته على ان الانضمام للمنتخب ده مش رحله ولا نزهه ولكن مسؤوليه لاسعاد الجماهير المصريه. كلام محترم، واحنا عندنا لعيبه كبيره جدا بيدوا بكل قوه في المنتخب مصر، واعتقد ان لعيبه مصر على قدر المسؤوليه. يمكن كابتن ابراهيم اتكلم في نقطه مهمه قوي وهي عوده الجمهور لمسانده منتخب مصر في المدرجات، وده ممكن اللي بنقوله من زمان يعني هنا. وضرب كابتن ابراهيم حسن مثل بقال ان مفيش غير لعيبه النادي الاهلي في مصر بس اللي بيلعبوا تحت ضغط جماهيري لانهم بيوصلوا مباريات نهائيه كتير وبيلعبوا في ملاعب مليانه جماهير. منتخب مصر خلاص دخل على مرحله جديده. هو طبعا تعليق فكره الجمهور دي، فعلا هو مفيش غير النادي الاهلي اللي بيوصل نهائيات فبيتسمح له في مصر يلعب بجمهور وبيلعب بره مصر بجمهور. احنا خلاص دخلنا في البند، يمكن نتمنى الى ان الجهاز الفني الجديد بشكل يستغل معسكر مارس ويقدر يحط ايده على القوام الاساسي للمنتخب قبل ماتشين تصفيات كاس عالم طبعا في شهر يوليو القادم قدام غينيا بيساو وبوركينا فاسو. كمان وخلي بالك غينيا بيساو وبوركينا فاسو ظهروا بشكل في بطوله افريقيا يخوف. كمان عندنا تحديات جديده سواء في نهايه السنه بطوله كاس العرب وبعدها بطوله كاس الامم الافريقيه اللي لسه مش عارفين هتتلعب في شهر مايو ولا يوليو ولا تتاجل. لكن السؤال اللي انا كان نفسي اسمعه في المؤتمر الصحفي وهطرحه من خلال برنامج 7 دي سبورت الحقيقه يعني، ما هي التحديات الفنيه امام المدرب كابتن حسام حسن؟ لو في رايي انه هيكون النزول بمعدل اعمار لاعبي منتخب مصر وبعد النزول بمعدل الاعمار تحقيق تواصل حقيقي بين الاجيال، لان احنا عندنا لعيبه كويسه جدا في منتخب مصر الاولمبي وفي مراحل الشباب والناشئين ولازم يكون في تواصل بين الاجيال عشان ما يحصلش اخفاقات او تراجع لمنتخب مصر الاول زي ما احنا شايفين السنغال كده مجهزه جيل غير الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني البطوله اللي اتاخدت السنه اللي فاتت دي او المره اللي فاتت دي احنا لو دوسنا على زرار السنغال هتطلع جيل وترجع، وحتى لو في تراجع في النتائج يعني، بس في السنغال موجود اجيال كتير وعندهم مجموعه كبيره من اللاعبين الدوليين وهينافسوا على البطولات 10 سنين جايه. ليه؟ هم حاطين بروجرام كويس قوي ان احنا منتخبات الشباب والناشئين هم مسيطرين على فكره السنغال تقريبا واخده كل بطولات الشباب. ده شيء مهم، وان هم يطلعوا للفريق الاول من منتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي ده شيء مهم. ده التواصل بين الاجيال، لازم النزول بمعدل الاعمار واحده واحده، ما يبقاش مره واحده المنتخب كله شباب، ده غلط، هتخسر ومش هيبقى عندهم خبرات. لازم يبقى فيه خبرات دوليه كويسه، لعيبه بقى لهم فتره في المنتخب ويبقى معاهم مجموعه شباب يتعلموا وياخدوا الخبره الدوليه منهم وياخدوا اجواء المنتخب منهم. ده انا رايي لو ده تارجت كابتن حسام حسن بس، ده كده نجاح كبير جدا للاتحاد ونجاح كبير جدا لكابتن حسام حسن. يعني انت لو حطيت التارجت انك توصل كاس عالم، وبرده في نقطه، انت تصفيات كاس عالم بعد بطوله امم افريقيا اللي فاتت دي بقت اصعب. غينيا بيساو وبوركينا فاسو دي فرق كانت بتنافس في البطوله اللي احنا خرجنا قبله، فبالتالي انت كده عندك مهمه تقيله. التاهل لتسع فرق وما ينفع ما يصحش مصر ما تبقاش فيهم، بس انت حطيت تارجت مهم. لو انت هتنزل بمتوسط الاعمار، وده شيء انا بالنسبه لي ده رقم واحد، ويبقى عندك خبره دوليه طبعا للاعمار اللي موجوده دي، يعني ما تعمليش منتخب شباب في المنتخب الاول، لا انا مش ده اللي انا اقصده خالص يعني. لكن انت عندك مثلا بلال مظهر في المنتخب الاولمبي هو اصلا من منتخب الشباب، عندك لعيبه اسماء في منتخب الشباب ظهرت ولمعت ما وفقوش لعيبه المنتخب الاولمبي، ده شيء مهم جدا، ده شيء مهم جدا ان انت تبدا تعمل تواصل بين الاجيال. عايزين نعالج النواقص اللي عندنا. مركز المهاجم الصريح مثلا ما ينفعش مصطفى محمد لوحده، وكابتن حسام حسن واحد من اعظم المهاجمين في تاريخ مصر، لازم يبقى شايف الحته دي يعني انه احنا عندنا نقص في المنطقه دي، ويشوف لنا مهاجم، يكتشف لنا بقى مهاجم من المنتخبات ومن الدوري المصري ايا كان، بس انت عندك في مصر مهاجم صريح واحد بس.
يعني اللي انت بتعتمد عليه دوليا. يعني انت لو جيت مثلا قلت محمد شريف معاه يعني في الدوري السعودي بدوري قوي برضو، انما انت محليا معظم الفرق عندها المهاجم اجنبي، لكن منتخبات الشباب فيها مهاجمين وفي فرق فيها مهاجمين وفي عندك محترفين فيهم مهاجمين. لازم نركز بقى نوسع دايره اكتشافنا للاعبين، ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. تعالوا نشوف بقى تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر. طبعا على راسه كابتن حسام حسن مدير فني، وكابتن ابراهيم حسن مدير للمنتخب، كابتن طارق سليمان مدرب عام، كابتن محمد عبد الواحد مدرب، كابتن سعفان الصغير مدرب لحراس المرمى، مع استمرار الجهاز الطبي والاداري. تسمحوا لي اقول كلمه بس، الجهاز الطبي بقياده الكابتن محمد ابو العلا اللي هو واحد من الناس العظيمه جدا اللي كان هيتظلم، لكن الحمد لله يعني الراجل لا موجود في المنتخب. ده راجل من الناس اللي فعلا في التشخيص من اوائل الناس اللي بتشخص بشكل مباشر وقوي وعلى طول، وبيطلع فعلا تشخيصه مظبوط. راجل استمراريته في المنتخب كانت مهمه، ده بالنسبه لي انا مهم جدا. الجهاز الاداري، المدير المنتخب دايما هو اللي بيقود الجهاز الاداري، فبالتالي شخصيه كابتن ابراهيم حسن هي اللي هتطغى على الجهاز الاداري بشكل او باخر. يعني